إيه هي الالتزامات العرضية وهي الالتزامات غير مؤكدة الحدوث أو تظهر بعد إعداد الميزانية ولذلك تسمى خارج الميزانية، أو الالتزامات العرضية الناتجة عن تعزيز اعتمادات مستندية مفتوحة في الخارج لبنوك محلية؟ وعادة بيظهر البند ده في مجال شركات الاستيراد والتصدير واللي بيتم فيه عمل الاعتمادات المستندية بكثرة والمصارف البنوك، وهناك معيار خاص بالالتزامات والأحداث اللاحقة للميزانية في كل من شركات التصدير والاستيراد والبنوك، علشان كده بيحطوا الجزء الخاص بالالتزامات العرضية لأنها بتظهر بشكل عرضي وغير مؤكد الحدوث عندها، فيجب أن يتم وضعه عند إعداد الميزانية. وزي ما احنا هنا شايفين دايما ده بيكتر في شركات الاستيراد والتصدير لأنه بيكون عندها قدر كبير جدا من الالتزامات العرضية، ودايما مع ارتفاع الدولار والأمور دي بيكون فيها عندها ارتفاع أيضا في الالتزامات العرضية، فعشان كده يجب أن يتم أخذه في الاعتبار، وهي دي النقطة التي يجب أنك تأخذها. وبالتوفيق.